السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. طلعت عليكم بهذه المناظر الجميلة. كما قلت لكم، هذا هو المكان اللي ما فنقعد فيه، انا نحفظ فيه القرآن. لين داك يكون عندي الوقت نجي نقعد هنايا، نفرش هذه التفريشة ونحفظ ما تيسر من القرآن الكريم. واليوم حبيت نشارك معكم هذا الفيديو. كما قلت لكم في الفيديو الأخير، راني حنقرا حفظ القرآن بالأحكام. المسجد ما نكذبش عليكم، المسجد تاعنا مازال ما فتحش، ويماركي في الدراري الصغار من سنة أولى حتى المتوسطة، يقروهم تاني كيعاونوهم في المدرسة تاعهم ويعاملوهم تاني في حفظ القرآن. مام دراري صغار من سنة أولى حتى السنة السادسة، وكما قلت حتى المتوسطة يحفظوهم القرآن ويعاونوهم من السنة السادسة متوسطة حتى البخيمة، يعاونوهم تاني كيقراو. كما قلت لكم حنا مازال شويه، باسكو راهم ناتين بالدراري يماركو فيهم، وكما قلت لكم في الحي تاعنا مازال شويه معليش. مي بصح راني حنشوف في جهه واحده اخرى، انا وحبيبتي في احياء المجاوره نحفظوا بالاحكام كما قلت لكم، ونشوفوا المساجد الاخرى نديروا بالاحكام. وحبيت انا تاني نقراو بال كما قلت لكم عفوا بالاحكام، ونديروا حلقات. وكاين كما قلت لكم المسجد تاعنا ما يديرش بالحلقات، يسمع حفظ القرآن برك وبالأحكام تاني كيديروا، مي بصح الحلقات لا لا. انا ما نكذبش عليكم، حبيت زوج حوايج في حاجه واحده، حبيت نحفظ القرآن وممتن نقعدوا الساعه حتى العصر، كي يعود قريب العصر بساعه نقعدوا نديروا فيها حلقات. واحد الانسان يتعلم الدين تاعو من جميع النواحي، يتعلم ويزيد يتعلم يتعلم حتى يموت. هذه هي كما قلت لكم، انا يعني متمنيه مناعيني نقرا القران بالاحكام. والانسان يسقم روحه من برا من الداخل حتى لبرا، الانسان يصلح نفسه، نفسه مع نفسه مع ربي. بالك بالك يكون غلط مع ربي، نسقمو صلاتنا. الحمد لله نصلي ونصومو، الحمد لله. بالك رانا مقصرين ربي من جهة القرآن، ماناش نحفظو بالقرآن، لازم نخدمو به تاني شوية. كما قلت لكم معليش، الإنسان دوك هذا الكلام موجه ليا ونصيحة ليا وللناس تاني، للناس. الإنسان ما لازمش يتهاون لماش ما يحفظش القرآن. كما قلت لكم، وهذا هي الجلباب تاع الصلاة، تاع الصلاة نصلي بها في الدار، وانا نفسها حجاب عادي، حجاب ماشي جلباب كما قلت لكم. وان شاء الله فيها خير كما قلت لكم، فيها خير ليا انايا، نهضر ليا انايا والهضره تانيك ليا وللناس واحد اخرين والاخوات الاخرين. الانسان لازم يلتزم مع نفسه ومع ربي ويصحح الاخطاء ديالو. هذه هي كما قلت لكم، انايا هنايا اني كاينه حاجه راني متمنيه، راني حاجه من عند ربي، ان شاء الله ربي يوفقني فيها ويسر لي اموري ويشرح لي صدري. كما قلت لكم، هو اول حاجه حفظ القران. ثانيا كما الحمد لله الانسان راه يصلي، راه من يصلي، ورانا من امه محمد الحمد لله على هذه النعمه، النعمه نصلي ونصومه وندير الاعمال الصالحات. الانسان لازم يخدم لاخرته ويبدد الفريزه تاعو لسفر طويل. الانسان كما قلت لكم، اليوم رانا موجودين وغدوه ما نعرف، هذه الساعه كاينه من ساعه العشيه ما على بالناش. المهم الانسان يصلح نفسه ويدير الاعمال الخير، وما يقولش وما يقولش باللي ندير اعمال والخير وربي يردها لنا، يردها لنا في الدنيا وبالك يردها لنا في الاخره. وانا اللي ساعه صح نتمناها يرجعها لنا في الدنيا، وراني متمنيتها يرجعها لنا في الاخره، بس في الاخره على بالكم باللي ما كاين والو، مش راح ينفع حتى حاجه. الانسان بالك في الدنيا تسلك يسلكها ربي، مي يسلكها ربي في الامور في الدنيا، ربي يسلكها لك، تكون مطيره عليك يسلكها لك، ما تكونش مليح ربي بالك يهنيك في امور. كاين بعض الامور الانسان يخليها لربي ان شاء الله. كما قلت لكم، الانسان يصلح نفسه من الداخل حتى لبرا. هذه هي الانسان كما قلت لكم، يوجد الفريزه تاعو كما انا نهضر على روحي، نوجد الفريزه تاعي نعمروها بالاعمال الصالحه وخلاص. الانسان ما يتقلقش من داك، باسكو الانسان حياه فيها ضغوطات، فيها حوايج بزاف الانسان تضغط عليه الحياه اليوميه، فيها المشاكل. الانسان لازم يشكر ربي على كلش وخلاص، ويصبر ويوكل يتوكل على ربي ويدير حسبنا الله. وهذا ما كان كما قلت لكم، الانسان دوكا ندير حاجه مليحه في حياته، يقرا القران يحفظ القران ويصبر ويحتسب
ويكل امر ربي وخلاص، هذا ما كان حنا نسعى والباقي على ربي. هذه هي الانسان دوك هذيك كيما قلت لكم يسقم، هو نسقم انا يا نفسي من الداخل للبرة. هذه هي كيما قلت لكم انا دوك نحب نحفظ القران وان شاء الله ربي فيها خير كيما قلت لكم، وان شاء الله ربي يوفقني ويوفق حبيبتي اللي معايا ان شاء الله. كيما قلت لكم انا هنايا بديت نحفظ من سورة البقرة، باسكو الاخ هما دوك هذيك في المسجد يقول لك نحفظوا من نبداو من سورة البقرة ويجوا جايين. يسمع كل فوج كل جماعة كيفاش يقرا. انا بديت ما نكذبش عليكم دوك بديت نحفظ شوية من سورة البقرة، من اول سورة البقرة بديت شوية. دوك الانسان الصفحة الاولى الثانية يحكم يحفظ بشوية وخلاص. هذه هي دوك احنا انا بديت نحفظ هنايا والباقي على ربي كيما قلت لكم. هنا نقراو ونديرو تصحيح في المسجد ان شاء الله بالاحكام. دوك الانسان كي يكون حافظ شويه حاجه وما يكونش حافظ هذيك حاجه وحده اخرى، بعد تيك تولي تحفظ من تعاود ازير. قلت انا نبروفيتي مادام اني قاعده في الدار عندي شويه الوقت، الواحد الانسان يختاني بالفرصه باش كي يكون رايح ينضم للمجموعه هذه يكون حافظ شويه. هذه هي وان شاء الله بالتوفيق ليا انا وحبيبتي، وان شاء الله كيما قلت لكم ندير لكم فيديوهات. دوك انا كي نشوف الجوامع الاخرين المجاوره للمسجد تاعنا، عفوا الحي تاعنا، ونشوف وين كاين كما قلت لكم، وندير لكم فيديوهات جميله ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ونقول لكم ان نتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله. انتظروني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وليله سعيده، وتهلاو بزاف في روحتكم. سلام. انا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبة، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا، إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها، إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها، إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها، إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها.